أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث أغلقت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار جنيه فاصل 867 مليون. ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة بلغت 0.92% عند مستوى 19540 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 0.69% عند مستوى 3839 نقطة. كما صعد أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5649 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية نسبة بلغت 19.89% عند 68 قرشاً، يلي سهم شركة جولدن تاكس للأصواف نسبة 11.81% ليغلق عند 15 جنيهاً فاصل 53. وجاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة طلعت مصطفى القابدة نسبة 11.58% عند 13 جنيها فاصل 20. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة سماد مصر نسبة 5.73% عند 23 جنيها فاصل 20. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ باسم أبو غنيمة مدير التحليل الفني بشركة عربية أونلاين. مرحبا بكم على قناة أثري ببرنامج أرقام وأسواق. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ باسم. يعني في البداية برأي حضرتك، لماذا استمر صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في جلسة اليوم؟ البورصة المصرية والمؤشر الرئيسي EGX 30 طبعا بقى إحنا في اتجاه عام صاعد على الأجل القصير والمتوسط والطويل، فطبيعي جدا ان احنا نستثمر الاتجاه الصاعد بعد عمليات جني الارباح اللي حصلت خلال جلستين في الاسبوع دوت، لما وصلنا لمستوى 19600 بدات تخش بعض الضغوط البيعيه في عمليات عاديه لجني الارباح. بالفعل لما وصلنا لمستوى 1900 قرب 19000 بدانا نلاقي القشرة دخلت تاني من جديد وارتدت بالمؤشر. احنا دلوقتي عند القمة او عند المستوى المقاومة، نأمل ان الاسبوع الجاي يشهد مزيد من الزخم الشرائي ونقدر نخترقه ونروح للمستهدفات السعرية اللي عند 20000 وال 22000. احنا كذا مرة قلنا ان احنا ايجابيين على السنة كلها منذ بدايتها، شايفين ان المؤشر عنده مستهدف عند ال 24000 نقطة وهيوصل له خلال السنة. ومن المعروف أستاذ باسم أن مع كل انخفاض أو جني أرباح زي ما حضرتك قلت بيحصل صعود. طبعا، لأن الناس إحنا هي الفكرة كلها أن كل ما السهم بيطلع فالناس بتعمل أرباح، صحيح، فبتبقى عايزة جزء من الأرباح ده يبقى أرباح محققة مش أرباح دفترية، فيبتدي يبيع جزء من الأسهم يعمل بيه جني أرباح ثم يستمر في استثماره داخل الأسهم دي. نعم، أيضا ما هي الأسباب وراء صعود سهم مجموعة طلعت مصطفى لأعلى مستوى منذ يونيو 2018 في تداولات اليوم؟ طلعت مصطفى طبعا من الأسهم القيادية داخل السوق المصري ومن الأسهم المهمة جدا كمان في القطاع العقاري، خاصة إن مجموعة طلعت مصطفى من الأسهم أو نقول خلينا نقول الشركات الرائدة في مجال المدن الجديدة، وإن هو بيعمل مدن جديدة بشكل كبير جدا. صحيح. كان في اخبار مؤخرا او يعني خلينا نقول شائعات مش اخبار، ان طلعت مصطفى هيبتدي يعمل نفس الفكره اللي عملها في المدن الجديده في مصر بس في المملكه العربيه السعوديه، سبيشالي في نيوم. فدي اخبار ايجابيه اكيد. فطبعا كل ده شهد زخم شرائي كبير. صحيح. على طلعت مصطفى خلال الاونه الاخيره، خلينا نقول جلسه النهارده بس كانت فيها زخم كبير لغايه المستهدف ال 14 جنيه، لكن هو السهم بقى له فتره بيحصل فيه عملية صعود من التسعة جنيه ونص لغاية ما وصل للمستهدف بتاع ال 14 جنيه. أظن إن ممكن يحصل عملية جني أرباح طفيفة في طلعت مصطفى ثم يعود الصعود للقمة التاريخية بتاعته أو أعلى سعر عمله عند ال 15 جنيه 20. نعم، أيضا شاهدنا اليوم تقارير تؤكد وضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة وتعيين بنوك استثمار للمضي قدما في طرح حصص بشركات جديدة، ما رأي حضرتك؟
طبعا ده هيزيد من عمق السوق المصري، يعني السوق المصري زي ما احنا عارفين ان كان في شركات في 2008 شركات كبيره جدا زي جلوبال تيليكوم، زي راسكوم كونستراكشن، شركات كانت ضخمه جدا وفعلا كانت عامله وزن للسوق المصري. الشركات دي تخرجت وحصل فيها استحواذ اجانب بشكل كبير. عشان كده احنا محتاجين داخل السوق المصري شركات كبيره زي دوت، زي اللي تم الاستحواذ الاجانب عليها، عشان نقدر نقول ان عمق السوق المصري بدا يبقى في عمق، بدا يبقى في تنوع للشركات، تنوع للقطاعات. ده كله هيبقى يعني خلينا نقول ان هو هيجذب مستثمرين جدد اكيد. طبعا هيجذب مستثمرين جدد وهيثري السوق المصري وتنفيذاته بشكل صحيح. كبير، خاصه من الشركات اللي الحكومه بتتكلم عليها هي شركات كبيرة. رابحه صحيح. جوه القطاعات اللي موجوده في مصر. فده طبعا هيجذب مستثمرين جدد، مستثمرين اجانب، مستثمرين وتنوع مصريين. القطاعات او الفرايتي يعني قدام المستثمرين. طبعا طبعا ومستثمرين مصريين كمان ان هم يشتغلوا وابتدي يشتروا في شركات اللي هي تمتلكها الدوله، فابتدي يشتروا في شركات تبقى مملوكه ليهم، والشركات دي تبتدي تدر عليهم عوائد ربحيه. متهيألي دي هتبقى حاجه قويه جدا في الفتره الجايه. ايضا استاذ باسم، نفى البنك المصري لتنميه الصادرات ما يتداول بشان وجود اهتمام خليجي للاستحواذ على حصه به، ما تعليق حضرتك ايضا؟ البنك المصري لتنميه الصادرات هو من البنوك تقريبا اللي عامله في المجال اللي هو تقريبا مختص بالصادرات، وده حاجه مش موجوده تقريبا هو يمتاز فيها لوحده. بديهي جدا يبقى في مستثمرين عايزين يستحوذوا على حصه، بس ما اظنش ان الحكومه هتقدر انها تبيع جزء من تنميه الصادرات، لان هو زي ما قلت لحضرتك هو البنك الوحيد جوه السوق المصري اللي مختص بالصادرات. فعشان كده اظن ان الحكومه هتحتفظ بجزء كبير منه داخل ده يعني ملك الحكومه يعني. لكن الفكره ان الخبر اللي نزل ده طبعا ساعد على ارتفاع السعر بشكل كبير لمناطق 17 جنيه ونص، وده بعديها بعد النفي رجع تاني ل 16 جنيه. اظن ان تنميه الصادرات هيكمل الاتجاه الصاعد بتاعه بغض النظر عن نفي البنك لاي اخبار، لان بشكل كبير البنوك خلال الفتره اللي جايه زي ما كنا اتكلمنا مع قبل كده ان السنه دي كلها البنوك بتعمل عوائد ربحيه مش طبيعيه نظرا لسياسات المركزي في ان هم يرفعوا اسعار الفايده. بيستهدف كام استاذ باسم؟ المستهدف المبدئي لبنك تنميه الصادرات هو منطقه ال 20 جنيه، بس خلينا نقول ان احنا لو تخطينا المناطق ديت هيبقى في مستهدفات ابعد بكتير جدا. لان تنميه الصادرات القمه بتاعته كانت عند 16 جنيه ونص. لو قدر النهارده حاول يتخطاها ونزل تحتيها، بس لو تخطى القمه دي غالبا هيبقى يشهد بعديها موجه صاعده كبيره جدا ممكن توصلنا لمناطق 25 و 28 جنيه. نعم. ايضا استاذ باسم، كيف ستستفيد البورصه برايك من التوقعات بجذب قناه السويس استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار؟ احنا زي ما احنا عارفين ان السوق المصري تقريبا كامله بيشتغل على فكره ان سعر العمله هيختلف. طبعا سعر العمله لو اختلف حتى في السوق الموازي بيبقى السوق بيبتدي يتحرك لفوق. لما الدوله يخش ليها عملة دولار متهيألي ان ده هيبتدي ينعش شوية قصة او الفكرة في ان احنا كبلد عندنا زي ما نقول كده ليميتيشن او عندنا مشكلة في توفير السيولة. طبعا السيولة ديت هتبتدي اظن ان الناس هتتوجه السيولة بتاعتها بدل ما ان هي زي الشركات اللي بتحاول توفر دولار من بره من السوق الموازي عشان تقدر تستورد، فيبتدي الحاجات دي كلها تتوفر داخل الدولة. متهيألي الناس هتبتدي توجه استثماراتها للسوق المصري، خاصة في قطاع زي قطاع النقل اللي احنا عندنا في مصر هنا كل العوائد بتاعته بالدولار. طبعا لما هيحصل في قناة السويس هتلاقي شركات زي اسكندرية وحاجات زي ايجي ترانس زي القناة للتوكيلات، الكلام ده كله هيعود عليها بعوائد دولارية كبيرة، واظن ان ده هيأثر على القطاع بشكل كبير. نعم. أيضا اليوم إعلان الحكومة عن تعديلات قرار منح الجنسية مقابل الاستثمار العقاري، ما انعكاس ذلك برأي حضرتك على القطاع العقاري بالبورصة المصرية؟ القطاع العقاري بيتهيألي الربع الأخير من السنة دي كان آخر حديث لينا مع حضراتكم، قلنا إن إحنا نظن إن الربع الأخير من السنة اللي إحنا فيها دي هيبقى ربع القطاع العقاري بشكل كبير جدا. يعني القطاع العقاري اتأخر كتير جدا في الطلعة ديت وما خدش حظه زي ما بنقول من الزخم الشرائي اللي حصل في السوق خلال السنة. عفوا. عشان كده احنا شايفين ان الربع الاخير من السنة هيبقى تقريبا
كله ليه علاقه بالقطاع العقاري فقط، والقطاع العقاري ساعتها في الربع الاخير هو اللي هيعمل الاكثر موف او اكثر حركه سعريه. عشان كده هنلاقي ان معظم اسهم القطاع العقاري خلال الشهر ده بدات بالفعل تخش فيها زخم شرائي، بدانا نشوف الاسهم بتطلع بشكل كبير، بدانا نشوف اسهم بيخش فيها كميات تداول كبيره، الفلوس بدات تنتقل للقطاع العقاري بشكل كبير. ففي الاغلب مع الخبر، مع وجود خبر زي دوت طبعا اللي هو يؤكد النظره اللي احنا كنا اتكلمنا فيها ان القطاع العقاري هيبقى الربع الاخير من السنه هو اللي تقريبا مستحوذ على اكثر من ثلثين التداولات داخل السوق المصري، اظن ان بالخبر دوت يبقى الرؤيه بتاعتنا الى حد ما رايحه لمجالها الصحيح.